النهارده تم ضبط 8 اشخاص في اسكندريه وفي الجيزه وفي الفيوم وفي السويس، وهم بيحرروا توكيلات مزوره لاحد المرشحين المحتملين للانتخابات مع صاحب مطبعه. راحوا للمطبعه دي قالوا له احنا عايزين نعمل توكيلات طبق الاصل يعني، بس من غير اي بيانات، من غير بيانات زي ما حضراتكم شايفين، بالشعار باللوجو بالاختام بكل شيء من غير بيانات. فتم طباعه ده اللي الامن توصل له 596 نسخه من هذه التوكيلات المزوره خاليه البيانات. الاجهزه الامنيه ضبطت وحددت صاحب المطبعه اللي طبع هذه التوكيلات المزوره، وبالطبع يعني تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم جميعا وتم عرضهم على النيابه العامه. يعني اطبع توكيل صوره طبق الاصل بكل حاجه، بكل حاجه، بالاختام بكل شيء، باللوجو بالشعار بكل شيء جدا تمام، ويبتدي بسيطه جدا اكتب ايه الاسماء والبيانات اللي انا عايزها. حال الموقف ده لاقى رفض من عدد كبير جدا من الاحزاب والشخصيات العامه، من بينها الحزب الجمهوري الحر برئاسه دكتور عصمت المرغني. الحزب اصدر بيان اكد فيها ان الاجراء ده او الخطوه دي هي محاوله فاشله لتشويه العمليه الانتخابيه. استنكر السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه هذه الخطوه او هذا يعني الشيء او التزوير، واشاد بيقظه الاجهزه الامنيه في ضبط الواقع. الحزب العربي الناصري الديمقراطي برئاسة دكتور محمد أبو العلا رضوان طلب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المرشح المحتمل وأنصاره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تزوير التوكيلات الخاصة بخوض انتخابات الرئاسة. برحب بالأستاذ دكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا. دكتور حسن أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا فندم. أولا يعني ما هي العقوبة اللي يقرها القانون حيال واقعة تزوير زي اللي احنا قدامها دلوقتي؟ حال ثبوتها هتبقى جناية تزوير عقوبتها تصل إلى السجن المشدد أقصاه 15 سنة. سجن مشدد دي أيوة. عقوبة تزوير. أيوه. لأن يعني ده تزوير في أوراق رسمية. طيب الخطوة دي حضرتك شايف أو بتصفها بإيه من الناحية القانونية؟ هي يعني إذا ثبتت فهي جريمة، إنما أنا بقول إنه يعني طبعًا إحنا حفاظًا على العملية الانتخابية، يعني رجل الضبط القضائي اللي هم إخواننا في الأمن ضبطوا هذه الأعداد، قد تزيد ممكن يعني تسفر الأيام القادمة على مزيد من عن مزيد من التوكيلات المزورة أيضًا. في كل هذه الأحوال أنا عايز أقول إنه حال، ليه بقول حال ثبوتها؟ لأن إحنا يعني مش عايزين إحنا نبقى سلطة اتهام، إحنا الجمهور يعني. طبعا. لا إحنا بنتعامل فقط مع البيانات، حتى الآن بيانات وزارة الداخلية ثم بيانات النيابة العامة يعني. ما أنا هقول أهو، وزارة الداخلية بتعمل الضبط وبعدين بتبعت لسلطة التحقيق اللي هي النيابة العامة، والنيابة العامة بتشتغل في هذا الموضوع، بتجيب الأعداد والأسماء اللي سيادتك ذكرتها، قد يكون في أسماء تاني معاهم. المرشح المحتمل نفسه قد يكون هو شريك معاهم سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. فده النيابة بتطلب تحريات جهة البحث، تيجي تحريات مباحث الأموال العامة، إلا أنه هتقول بقى إنه هذا المرشح المحتمل قد يكون هو طبعا هو صاحب المصلحة من المؤكد. إنما في كل الأحوال إذا كان شريكا معهم حتى ولو مساهمة تبعية بالاتفاق معهم أو بتحريضهم أو بمساعدتهم بأن أمدهم بأي بيانات، هيبقى في الحالة دي هو معاهم في هذه الجناية. طبعا صاحب المطبعة وربما آخرين يعني. كل ده هيبقى دور جهة البحث لما وبعدين النيابة العامة بتبعت هذه الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير عشان تقول إنه ليس فقط التوقعات، قد تكون الأختام نفسها مزورة. هيبقى في جناية تانية اسمها جناية التزييف، بالإضافة إلى إنه هل استعملوها ولا ما استعمل، يعني في جناية ثالثة اسمها جناية استعمال المحرر المزور. كل ده هيبقى شغل النيابة العامة ودورها على استقلال، وهي تختص به وحدها دون سواها بعد ما تستجل الحقيقة من الناحية الفنية من قسم أبحاث تزييف وتزوير، وتستجل الواقعة بتسأل رجل الضبط القضائي اللي هو مأمور الضبط القضائي اللي هو رجل المباحث، سواء مباحث الأموال العامة ولا المباحث الجنائية طبعا. ثم بعد ذلك هي صاحبة الصفة الوحيدة في مصر في أنها
تقيد الواقعة وفق ما تراه وتصفها بالوصف الذي تراه، والإحالة ثم تقدمها للمحكمة بعد ذلك، بعد زي ما سيادتك تفضلت كده تحيلها للمحكمة، والمحكمة هي صاحبة السلطة الوحيدة أيضا في مصر في أن تقول كلمتها بحكم هو عنوان الحقيقة. إلى أن تتضح هذه الصورة أنا أتمنى أنه ما دام تم الضبط تسير الأمور في إطارها الصحيح. طبعا هو سلوك شائن جدا 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 أنه أنا أخذ توكيلات بطريقة غير حقيقية، ويبقى ده فيه نوع من تضليل حتى الهيئة الانتخابية، وتضليل الجمهور وتضليل الرأي العام. أنا عايز أصوات الناس الحقيقيين. مظبوط مظبوط مظبوط، مش أصوات مفبركة أو مزورة أو مضروبة يعني. بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ الدكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بجامعه المنيا، شكرا جزيلا لسيادتك.